بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19 بعد 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم سعيد. أم سعيد لها قضية تتعلق بتركة زوجها المتوفى، أثارت حول هذه القضية جمعا من الأسئلة، فتقول في الرسالة: أنا امرأة توفي زوجي منذ 4 سنوات وترك بعض الإرث من مال وأربع منازل، وقد تم تقسيم المال إلا أن المنازل لم تقسم إلى الآن بحجة أن أبنائي قصر، وأنا أسكن أحد هذه المنازل وولد زوجي يسكن في المنزل الثاني والثالث والرابع، أقوم بتأجيرها وأصرف أجارها على أولادي، مع العلم أن زوجي له من امرأة متوفاة 3 أولاد رجال. والأسئلة هي: لدي أبناء، أحدهم عمره 15 سنة والثاني 10 سنوات وفتاة عمرها 14 سنة، هل يعتبر قصر؟ ما حكم بقاء المنازل إلى الآن بدون تقسيم؟ هل علي إثم في بقائي في المنزل وهو من الإرث؟ أدار المنازل يأخذه وأصرفه على أبنائي، فما حكم ذلك؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن ما تركه الميت يسدد منه ما عليه من الديون أولا إذا كان عليه ديون، ثم تنفذ وصاياه الشرعية، ثم ما بعد الوصية بعد الدين وبعد الوصية يكون للورثة. طيب، الذين توفي عنهم من كان منهم قاصرا ومن كان منهم كبيرا رشيدا. ومسألة القسمة، نعم، ومسألة السكنة في البيوت والأجورات كلها يرجع فيها إلى المحكمة، يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة تقيم وكيلا عن القصار يتصرف لهم حسب مصلحتهم. الحاصل أنه لا بد من الرجوع إلى المحكمة في هذا من أجل أن تقيم وكيلا عن القصار يتصرف لهم ويحفظ لهم حقهم. وأما الكبار، نعم، الراشدون، فإنهم يتصرفون في نصيبهم. طيب، وإن سمحوا بشيء منه فلا بأس، فهم يتصرفون في حقهم وفي نصيبهم، وإذا سمحوا بالسكنة فإن نصيبهم يسقط من الأجرة، وإن لم يسمحوا فلا بد من النظر في هذا والتوافق بين الورثة البالغين ووكيل القصار، لا بد من التفاهم في هذا والتوافق حسب المصلحة للجميع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن لا يحجر على الميراث بحجة أن الأولاد قصر شيخ صادق؟ الكبار يعطون نصيبهم، وأما الصغار فيحتفظ لهم بنصيبهم تحت نظر وكيل شرعي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها تأخذ أجار المنازل وتصرفها على أبنائها والورثة الباقون لا يصلهم شيء من هذا الأجار؟ هذا لا يجوز إلا إذا سمحوا وهم بالغون راشدون. نعم، فلا بأس. أما إذا كانوا قصر إنه لا يجوز التصرف في الأجورات، بل يرجع في هذا إلى المحكمة وإلى الوكيل الشرعي. طيب، نعم، إذن لابد أن تستأذن من الجميع الورثة حتى تأخذ شيئا من هذا الأجار. تستأذن من البالغين الراشدين. نعم، وأما القصار فيحفظ حقه. طيب، ليس لهم إذن وليس لوليهم أو وكيلهم أن يأذن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أم سعيد أيضا تأتي إلى
لنا بعض الصدقات من الزكاة كالحبوب والأرز وهو يزيد عن حاجتنا، فأقوم بتصديقها أو أعطي منها، وإن تركتها فهي ستتلف وتنتهي صلاحيتها. فقيل لي إنها للأيتام ولا يجوز لي التصرف فيها فهل علي إثم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. حسب ما ذكرته السائلة أن هؤلاء الأيتام لهم ميراث من والدهم، فلا تجوز لهم الصدقة لأنهم أغنياء وينفقوا عليهم من نصيبهم ومن إرثهم، فلا تحل لهم الصدقة لأن الصدقة إنما تؤخذ للفقراء. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وكونهم أيتاما لا يسوغ أخذ الزكاة لهم ما دام أنهم أن لهم ميراثا يكفيهم أو يزيد عن حاجتهم، فهم أغنياء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها مستمع يقول: الحائر في أمره الذي يبحث عن الطريق الناجح، سين عين. أخونا له رسالة مطولة كتبها بأسلوب مؤثر. ملخص ما في هذه الرسالة أنه أصيب بمرض الوسواس وعمره يقارب 25 عاما، وحينئذ يبحث عن وسيلة تخلصه بإذن الله من هذا المرض. يذكر في نهاية الرسالة أنه كلما استمع إلى القرآن الكريم في الأشرطة أو في الإذاعات أنه يجد راحة نفسية كبيرة من هذا الموضوع. بما توجهونه وأمثال شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوسواس من الشيطان، الواجب عليه الاستعاذة من الشيطان. إذا حس بشيء من الوسواس أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يلتفت إلى الوسواس ولا يتأثر به، بل يرفضه رفضا تاما لا يضره بإذن الله. وعليه الإكثار من تلاوة القرآن والاستماع إليه، فإن ذلك يذهب عنه كيد الشيطان أو وساوس الشيطان بإذن الله. عليه الإكثار من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، واستعمال الأوراد الشرعية الصباح والمساء، يكثر من الأوراد الشرعية ومن ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن ومن الاستعاذة من الشيطان، وسيزول عنه ذلك بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: الاسم عين ميم ها، له جمع من القضايا. في أحدها يقول: أنا قد فاتتني أيام من رمضان عام 1409 وفاتتني صلوات كثيرة، حيث أنني كنت أصوم رمضان وأصلي، ولكن إذا انتهى رمضان أهملت بالصلاة، فهل علي قضاء الآن وأنا قد فاتني صلوات لا أحصيها بعد أن تبت وندمت؟ فوجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات في مستقبل حياتك، ويتوب الله عليك، ولا يجب عليك القضاء فيما مضى من السنين، لأن التوبة تجب ما قبلها. ومن ترك الصلاة متعمدا خرج من دين الإسلام، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله وحافظ على الصلاة دخل في الإسلام من جديد، فيعتبر له ما بقي من حياته بالتوبة والمحافظة على الصلاة، وأما ما مضى فيعفو الله عنه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل مع من يسأل عن حكم من يصوم رمضان ويترك الصلاة بعد انتهاء رمضان، هل يبقى له أجر صيامه وهو قد ترك الصلاة؟ من ترك الصلاة فليس له أجر وليس له صيام وليس له أي عبادة، لأن ترك الصلاة تعمدا يخرج من دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في قوله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر أن أول ما سبب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، وقرن ذلك بالتكذيب بيوم الدين والخوض مع الخائضين ومنع الزكاة، دل على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، فترك الصلاة لا ينفع معه عمل، لا صيام ولا غير ذلك. وحتى لو صلى في رمضان وحافظ على الصلاة، فإنه إذا ترك الصلاة بعد رمضان بطل عمله وبطلت صلاته السابقة. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: علي بعض الديون وجئت لأسأل عن أصحابها فلم أجدهم في محلاتهم، وصيت أناسا كثيرين فلم يأتي ذلك نفعا، بماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ نوجهك بمواصلة البحث عن أصحاب الديون والإعلان، الإعلان في الصحف عن هؤلاء من أجل أن يأتوا ويستوفوا ديونه، أو يأتي إن كان لهم ورثة، إذا كانوا قد توفوا يأتي ورثتهم، واجب عليك البحث عنهم، السؤال عنهم والإعلان في الصحف أو في بعض الصحف حتى يكون عندهم معلوم وخبر، يعرفوا مكانك وأين أنت، فيأتوا لأخذ حقوقهم. فإذا تعذر الوصول إليهم بعد البحث عنهم فإنك تتصدق بهذه الديون على نية أن الأجر لأصحابها وأنت تتخلص منها. فإن جاءوك بعد ذلك أو جاء بعضهم إليك وقد تصدقت بها فإنك تخبرهم بالواقع، فإن أجازوه الحمد لله صار الأجر لهم وأنت برئة ذمته، وإن طالبوا بحقهم فإنك تغرم لهم وتكون الصدقة الماضية لك وأجرها لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد داود أحمد سوداني بعث يسأل ويقول: عندما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما هي الحسنة التي في الدنيا جزاكم الله خيرا؟ تعم كل خيرات الدنيا، وأعظم ذلك الأعمال الصالحة، يوفقك الله للأعمال الصالحة، فإن ذلك من الحسنة العظيمة، ويدخل في هذا الرزق الحلال، ويدخل في هذا الأولاد الصالحون، يدخل في هذا كل خير من خير الدنيا. وحسنة الآخرة هي الجنة وما فيها من النعيم والفوز ورضا الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تسقط زكاة الفطر على من لا يقدر عن على إخراجها، وهل يتعلق قبول الصوم بها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. من لا يقدر على إخراج صدقة الفطر فليس عليه شيء، وصومه صحيح والحمد لله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان لا يقدر على إخراج صدقة الفطر فإنها تسقط عنه وصومه صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في المنطقة مئات الناس يقومون بجمع زكاة الفطر وإعطائها لشخص يستحقها، وهو ينقلها بدوره لأهله خارج البلاد، فهل تجزئ بهذه الطريقة، أن يدفعها الشخص بواحد وينقلها إلى بلاد أخرى؟ افتونا أثابكم الله. لا بأس بذلك، إذا دفعت إلى الفقير في وقتها فإنه يتصرف فيها في أي مكان ناسبه ذلك، ويجوز له أن ينقلها إلى بلده وإلى أولاده في بلد آخر، لأنها بلغت مبلغها حيث دفعت إلى الفقير في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: قمت بأداء العمرة في آخر جمعة من شهر رمضان، وقبل أداء المناسك جاء وقت صلاة الجمعة، فجلسنا لسماع الخطبة بالحرم الشريف وكان الجو حار، فقمت بتغطية رأسي بالإحرام، فهل علي من شيء؟ لا يجوز لك تغطية رأسك إلا إذا خشيت الضرر، إذا خشيت الضرر من برد شديد أو من شمس ووضعت عليه غطاء فإنه يجوز لك ذلك، لكن مع الفدية، تفدي بأن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو تتصدق بأن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي كيلو ونصف تقريبا من الطعام في مكة، على 6 مساكين في مكة كل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لقوله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما آذاه هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنه مهندس يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة في المملكة ومعه مجموعة من المهندسين، ومن واقع عمله يرى بعض السرقات تتم من قبل بعض المهندسين عن طريقة التعامل بنظام العمولة على شراء المواد، وبذلك لا يتسنى له أن يحصل على دليل رسمي يؤيد قوله، فماذا يفعل؟ هل يخبر صاحب العمل مع العلم بأنه يثق ثقة كبيرة في هؤلاء المهندسين ولن يصدقه حتى يأتي بالدليل، أم أنه يسكت على ما يرى وجهه؟ جزاكم الله خيرا. نعم. يقول إنه يعمل مهندس. نعم. بإحدى المؤسسات الخاصة بالمملكة وهو مع مجموعة من المهندسين، ومن واقع عمله يرى بعض السرقات تتم من قبل بعض المهندسين على طريقة التعامل بنظام العمولة على شراء المواد، وبذلك لا يتسنى له أن يحصل على دليل رسمي يؤيد قوله، فماذا يفعل؟ هل يخبر صاحب العمل مع العلم بأنه يثق ثقة كبيرة بأولئك المهندسين ولن يصدقه حتى يأتي له بالدليل، أم يسكت على هذه التصرفات حتى يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، أم يترك العمل؟ جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الواجب عليك أن تنصح هؤلاء الذين ترى منهم هذا الفعل المحرم، الواجب عليك أن تنصحهم وأن تخوفهم بالله، فإن تابوا وقبلوا النصيحة فالحمد لله، وإلا فإنك تخبر صاحب العمل، لأن هذا من باب النصيحة، تخبره بما يجري وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله، سواء قبل أو لم يقبل، لأنك أديت ما عليك من النصيحة. نعم. لكن بعد مناصحتهم هم. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من وادي الدواسر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أم دنيا. أم دنيا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل الجدة تكشف وجهها عند زوج بنتها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بأس بذلك. الحمد لله. الجدة سواء من قبل الأب أو من قبل الأم تكشف وجهها عند زوج حفيدتها. طيب. لأنها أم زوجة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات، لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأمهات نسائكم، وهذا يشمل الأم المباشرة ويشمل الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، سواء كانت قريبة أو بعيدة، يعني قريبة من السائلة أو كانت جدة عالية مرتفعة، لا كله سواء، لأنها يصدق عليها أنها أم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن إحدى قريباتها في شهر رمضان عندما ذهبت لتتوضأ رأت أثر العذر الشهري ولا تدري أكان ذلك قبل الأذان أم بعده، هل تنصحونها بصيام ذلك اليوم؟ نعم. تقول إن إحدى قريباتها ذهبت لتتوضأ للمغرب في رمضان فرأت أثر العذر الشهري ولا تدري أكان ذلك قبل الأذان أم بعده، هل تنصحونها بصيام ذلك اليوم؟ إن كانت أحست بخروج الدم أو بانتقاله قبل غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم، لأنها لم تكمله وهي طاهر. قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس. نعم. أما إذا لم تحس بذلك ولم تعلم به إلا بعد أن أفطرت فإن الأصل أن صيامها صحيح، لأنه لم يدل دليل على أن الحيض حصل قبل غروب الشمس. الأصل صحة الصيام. الأصل صحة الصيام. أي نعم، ما لم يدل دليل على انتقاضه بالحيض قبل غروب الشمس. تقول لا تدري هل هو كان قبل الأذان أم بعد. الشيخ صادق، قلنا الأصل صحة الصيام إن شاء الله. الأصل صحة الصيام، وإن قضت هذا اليوم من باب الاحتياط. نعم، فهو أحسن. بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل شراء العملات حرام أم لا؟ لا، لا ليس حراما. شراء العملات. نعم. ليس حراما، لكن بشرط أنه إذا اتحد جنس العملات أن يكون التساوي بين العملتين غير زيادة، وبشرط التقابض في المجلس. إذا صارت العملات من جنس واحد. نعم. فإنه يشترط أمرين: الأمر الأول التساوي في المقدار، والأمر الثاني التقابض في المجلس. أما إذا اختلف جنس العملات، ينبيع عملة بعملة أخرى كالريال السعودي بدولارات أمريكية مثلا، فإنه يجوز التفاضل بين العملتين ويشترط التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف
كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل شرب إدام لحم الإبل كأكل لحم الإبل في نقض الوضوء أو لا؟ ليس كذلك. الحمد لله. لا ينقض الوضوء إلا أكل لحم الإبل، أما شرب المرق أو أكل الشحم فهذا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء لأنه ليس لحما. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرون يسألون عن الحكمة من الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل شيخ صالح. ليس هناك حكمة ظاهرة لنا. طيب. ولكن الأحاديث صحيحة. الحمد لله. في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل الأحاديث صحيحة. طيب. أما الحكمة فلم ينص عليها، الله أعلم في ذلك. من العلماء من يلتمس ويقول إن الإبل فيها شدة فيها طيش والوضوء يهدي هذه الشدة وهذا الطيش، لأن الذي يأكل لحومها يتأثر بأخلاقها وطيشها وقوتها وغلظتها، فهو إذا توضأ فالوضوء يطفئ ذلك، يطفئ هذه الشدة وهذه القسوة وهذا الطيش، فلذلك شرع الوضوء. وقالوا بدليل أن هناك فرقا بين رعاة الإبل ورعاة الغنم. رعاة الإبل يغلب عليهم الجفاء والغلظة والشدة لأنهم تأثروا بالإبل، وأما رعاة الغنم فيغلب عليهم الهدوء والطمأنينة والسكينة لأنهم تأثروا بها. وكذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وقال ما من نبي إلا رعى الغنم. فهذا هو أساس الفرق والله أعلم والحكمة في الوضوء من لحوم الإبل وترك الوضوء من لحوم الأغنام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.